صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 63 لسنة 2019 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء. وجاء في المادة الأولى: يعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء برئاسة المهندس كمال بن أحمد محمد وعضوية كل منه الشيخ نايف بن خالد بن أحمد آل خليفة، السيد ناجي سبت سالم سبت، الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة، العميد طيار وليد ربيع الدوسري، العقيد ركن بحري جمال جاسم عبد الله الذوادي رئيس جامعة البحرين، وتكون مدة العضوية بالمجلس 4 سنوات.